مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون. من المواقع المحلية جامعة صنعاء من صرح تعليمي إلى ساحة لدعم إيران. صديق سليماني لصحيفة بريطانية: نصحنا الحوثيين بالصبر وتأجيل الثأر لقتيلنا. ومن الأخبار المنوعة: كيف يسهم تفشي كورونا في تنامي ظاهرة الخوف من الصين. على مداخل جامعة صنعاء وسط أمانة العاصمة تجد صوراً عملاقة لقتل جماعة الحوثي ورموز إيران وحزب الله اللبناني بعد أسابيع من مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق. ويعنون موقع يمن مونيتور: بعد مقتل سليماني، جامعة صنعاء من صرح تعليمي إلى ساحة خاصة لدعم إيران والتحشيد للقتال. معظم كليات جامعة صنعاء تحمل تلك الشعارات والصور، وجرى استبدال مساحات الاستراحة إلى معارض خاصة بمحور المقاومة الإيرانية. كما انتشرت صور قتل الحوثيين وأطلق على ساحة الجامعة ساحة الشهداء. ونقل مراسل يمن مونيتور قيام جماعة الحوثي بتعليق مكبرات الصوت في أرجاء الجامعة والتسبب في إيقاف العملية التعليمية فيها بسبب الاحتفالات شبه اليومية التي تقام في جامعة صنعاء وإلزام جميع الكليات بإقامة الفعاليات والتفاعل معها وتكليف الطلاب بالإعداد والتحضير لها. وأضاف أن المهرجانات الخاصة بمقتل الإيراني قاسم سليماني وفعاليات مولد الزهراء وفعاليات البنيان المرصوص تتسبب في إيقاف العملية التعليمية في عدد من الكليات بجامعة صنعاء بسبب رفع مكبرات الصوت وإجبار الطلاب على حضور الفعاليات. وقال أحد الطلاب: صدمتنا صور الخميني وقاسم سليماني وقيادة الرموز الإيرانية وتعليقها في كليتنا. نحن جئنا إلى هنا للتحصيل العلمي لا للدخول في الصراعات. من جانبها تقول إحدى الخريجات: لم أستطع الحصول على شهادة تخرجي منذ سنتين بسبب انشغال الكادر الإداري بالفعاليات الخاصة بالحوثيين. ليس من مصلحتك كداعية للسلم أن تؤسس مشروعية لاستمرار الحروب. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مخاطبا المبعوث الأممي إلى اليمن: لا أشكك في الجهد الذي يبذله المبعوث لإنهاء الحرب وتحقيق السلام مع ما تحيط جهوده من تعقيدات وارتباكات، إلا أن هذا الجهد لا يجب أن يذهب بالمشكلة إلى المستوى الذي يتقرر فيه الحل بمعطيات وشروط الأمر الواقع الذي يعمل الإنقلابيون على فرضه باستمرار خياراتهم العسكرية. وبإمكانه متابعة هذا المسعى منذ ما بعد ستوكهولم وتقييمه موضوعياً ليعرف أين تكمن المشكلة. ستوكهولم محطة هامة لمعرفة رغبة الإنقلابيين في تحقيق السلام، ولا يمكن لأي حكومة تحترم خيارات شعبها وتضحيته أن تقبل تحويل هذه المحطة الهامة التي قدمت فيها التنازلات الكبيرة من أجل السلام إلى ضحوكة يتسلى بها الإنقلابيون بتلك الطريقة التي شهدها العالم بخصوص الانسحاب الذي نصت عليه الاتفاقية. وبالتأكيد فإن المطلوب من المبعوث الأممي أن يقيمها قبل الحديث عن الانتقال إلى مشروع آخر لينسجم عمله مع متطلبات بناء أسس قوية لهذا المشروع. لا أعتقد أن المبعوث بخبرته يجهل حقيقة أن الذين انقلبوا على السلام وعلى التوافق السياسي الوطني وارتكبوا جريمة إغراق اليمن في هذه المأساة إنما يبحثون عما يغطي سوءتهم باتفاق سياسي يبرز ما عملوه، وهم لهذا مصرون على أن يحافظ الحل السياسي على انقلابهم ليبدو وكأنه فعل مشروع. لا يجب يا سيادة المبعوث أن تكون مبادرتك استجابة لهذا المنحى الذي فيما لو تحقق فإن اليمن لن يشهد سلاما، فالاتفاق هنا لن يؤسس سوى لمشروعية الانقضاض المستمر على السلام بدوافع تجسد نفس الدوافع التي تم بموجبها الانقلاب. وليس من مصلحتك أن يقال أن جريفيث رجل السلام المعروف قد أرسى قواعد لحرب دائمة في اليمن. اختفى عدد من الأطفال وحديثي السن من شوارع وأحياء مدينة ذمار وسط اليمن منذ مطلع شهر يناير الماضي،
ووفقا لموقع الصحوانت، اختفاء 32 طفلا من مدينة ذمار تزامنا مع حملات تجنيد حوثية. وأكدت مصادر حقوقية للصحوانت أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و15 اختفوا بشكل مفاجئ من شوارع وأحياء المدينة، ولا تعرف معظم الأسر أي تفاصيل عن مصير أبنائها. وأشارت المصادر إلى أن اختفاء الأطفال تزامن مع حملات تجنيد واسعة تنفذها ميليشيا الحوثي في المحافظة. ولفتت المصادر إلى أن اختفاء عشرات الأطفال بهذا الشكل يعد أمراً غير طبيعي، خصوصاً وأن مسلحين حوثيين اختطفوا خلال الأسبوعين الماضيين 7 أطفال من حي الجمارك شمال المدينة، أحدهم من أسرة نازحة من محافظة الحديدة. واتهم الأهالي ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء اختفاء الأطفال، محملين إياهم المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، ودعوا كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذه الجرائم التي تغتال أطفالهم وترمي بهم في محارق الموت. مدينة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وفيها الآلاف من المعاقين ومركز تأهيل واحد، ومع ذلك تم إغلاقه. ووفقا للمشاهد نت ذمار، استمرار إغلاق الجمعية الوحيدة لتأهيل المعاقين يضر ب1640 مريضا. وقال الموقع: أغلقت الجمعية أمام المرضى في 2 يناير الماضي بعد تراكم الإيجارات. وقالت عائشة الدمشي رئيس جمعية الملاذ إنه تم تحرير مذكرة إلى الجهات المعنية للتعاون مع الجمعية، وإيجاد مقر مؤقت أو فصول قديمة أو مبنى حكومي فارغ حتى بشكل مؤقت لنقل الأثاث والأجهزة الخاصة بالعلاج الطبيعي والتدريب الخاصة بالأطفال، لتستمر الجمعية في تقديم خدماتها، لكن لا حياة لمن تنادي. وبدأ عبد الله ذو 8 من العمر منذ 1.5 بالانتظام في جلسات تدريبية وتأهيلية في جمعية الملاذ لذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى لتحسنه، إذ أصبح يتشارك مع إخوانه بعض الألعاب ويتناول الطعام بشكل أفضل، لكن إغلاق الجمعية قد يسبب له انتكاسة مرة أخرى. تقول الأم: ليس لنا إلا أن نقدم له الرعاية والاهتمام بأنفسنا، وأملنا في الله كبير. وأدى إغلاق الجمعية إلى انتكاسة حادة في حالات أطفال الشلل الدماغي لضرورة تلقيهم خدمات علاج طبيعي بشكل يومي، وفق تأكيدات رئيسة الجمعية التي بيّنت أن عدد مرتادي مركز التدريب التابع للجمعية لتلقي الخدمات يومياً يتراوح بين 80 و120 حالة من مختلف الإعاقات والفئات العمرية. اليمنيون والغربة، تحت هذا العنوان كتب سلطان مشعل مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس مضيفاً: هناك لون آخر للغربة طرأ على اليمنيين وكابدوه في حقب معينة، ألا وهو الرهائن، لون قبيح من التغييب والتمزيق والتقطيع لقلوب اليمنيين وآمالهم وأحلامهم. كان الأمل في ثورتي سبتمبر وأكتوبر كبيراً في تخليص اليمنيين من هذا العذاب وتلك المكابدة. تخلص اليمنيون فعلياً من كابوس الرهينة، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً أعاد اليمنيين إلى الحياة، وظل الاغتراب كمأساة متنقلة مع الشعب. اليوم وقد توسعت دائرة الغربة وتفرعت وشملت شرائح أخرى، بمن فيهم الرئيس والحكومة والتجار والعلماء والسياسيون والأكاديميون والنشطاء، بالإضافة لعودة نظام الرهينة سجوناً ومعتقلات وإخفاء قسرياً. هنا تعمقت المأساة. لا نملك إلا أن نقول للرئيس ولنائبه وقادة الأحزاب والوزراء والدعاة والتجار والمشائخ المهاجرين والمغتربين والمتكيفين في الحرمين، نقول لهم: ستكون نتيجة بعدكم وغيابكم سلبية ووخيمة. ألا ترون أن غياب موسى عن قومه لفترة أقصر بكثير من فترتكم ولهدف أسمى بكثير من أهدافكم قد سبب كارثة وانحرافا عند القوم، وهم ليسوا في حرب وظروف قاسية كما نحن عليه وعلى يد رجل رباه جبريل موسى السامري، أما من خلفكم فليسوا كذلك، وتعرفون حساسية بعضهم من جبريل. أنتم أيضا لستم في مهمة بخصوص الألواح، وعموماً ننتظركم تأخذون بلحى الهارونيين والسامريين، فالعجول أصبح لها أتباع كثر وسدنة مخلصون.
فهل أنتم عائدون؟ السؤال: إلى متى ستظل الغربة قدر اليمنيين وسمتهم؟ قال أحد أصدقاء قاسم سليمان المقربين وهو حسين كنعاني إن أكثر رسائل العزاء بمقتل سليمان جاءت من اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وأضاف وفقا لصحيفة آي البريطانية أنه بعث برسالة إلى سليمان قبل اغتياله بشهرين ينصحه فيها بأخذ الحيطة والحذر، ومع ذلك فإن صدمة مقتله كانت كبيرة بالنسبة له. وحول الرسائل التي تلقاها أو تلقتها إيران من ميليشيا الحوثي والحشد وغيرهما، فقد أكد أنها تضمنت مطالب بالثأر للقتيل، لكنه رد عليهم أنه لابد من انتظار ما سيحدث وماذا ستكون التبعات السياسية. من ناحية أخرى أخبرهم أن القوات الأمريكية حاليا في حالة استنفار قصوى، فليس من الحكمة مهاجمة العدو وهو جاهز ومستعد للهجوم. وتأكيدا على دورهم في الملف اليمني قال إن التفاهم ممكن بين إيران ودول الخليج بشأن اليمن إذا استبعد التدخل الخارجي. هل تتخيل أن ما يشهده مناخ الأرض من تغيرات يمكن أن يؤدي إلى وقوع حالات اغتصاب وعنف أسري وتزويج بالإكراه؟ دراسة حديثة تتحدث عن أن التغيرات المناخية تؤدي إلى مزيد من العنف ضد النساء والفتيات في عدد من دول العالم، فكيف يكون ذلك؟ يعنون موقع ألماني: كيف يؤدي تغير المناخ إلى مزيد من العنف ضد النساء؟ تشهد بعض دول العالم آلافا من حالات العنف ضد النساء والفتيات بسبب التغيرات المناخية، ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يمكن أن تعاني النساء بشدة أثناء الظروف المناخية الصعبة وخلال الكوارث الطبيعية عندما تملي بعض المجتمعات أمورا معينة على المرأة. ويأتي في مقدمة مظاهر العنف ضد الفتيات بسبب التغيرات المناخية تزويجهن بالإكراه، إذ تقوم الأسر بتزويج بناتها القاصرات رغما عنهن للمساعدة في إعالة الأسر لما تتعرض له من خسائر اقتصادية بسبب الكوارث المناخية. ووفقا للتقرير تقوم الأسر ببيع الفتيات في إثيوبيا وجنوب السودان لتزويجهن خلال فترات الجفاف الشديد مقابل الحصول على مواشٍ. عن كل هذا العنف، عن السياسة والأنسنة، تحت هذا العنوان كتب الفلسطيني محمد حافظ يعقوب مقاله المنشور في العربي الجديد. قال فيه: العرب المعاصرون يتحاربون اليوم لأن ماضيهم ما زال راهناً، أي لم يتحول إلى ماض بعد، ولأن العقل العربي المرتبط تاريخياً بالقبيلة والعشائرية وصولاً إلى العائلة بات محكوماً بعصبتين اثنتين تشرحان خاصيتين مركزيتين من خصائص العقلية العربية. أولهما أن العرب المعاصرين لا يستطيعون الفكاك عن ماضيهم لأنه ببساطة حاضر فيهم أبدا، إذ هو من صنف ما لا ينسى، والثانية متصلة بالأولى وبنيانها تعذر تحرير العرب من العسف والفساد لأن بناهم الاجتماعية والنفسية وخصوصا العقلية لا تتيح لهم ذلك. لا تغيير ممكن إذن ولا فائدة من السعي إليه، فإذ ينادي شاعر كبير بحاجة إلى مؤسسات للنسيان كي يصبح التغيير ممكنا، توجه الآخر إلى النخب المطالبة بالديمقراطية والدولة المدنية بسؤال يحمل في داخله الجواب الوحيد الممكن عليه هو التعذر. هل يمكن تحقيق هذين المطلبين بالقفز فوق الحامل الديني بوضعه الراهن حيث ما زال النص أسير القراءات المذهبية التي تشرع لامتلاكها الحقيقة؟ وبعيدا عن الكلمات، نحن هنا إزاء عنصرية فاضحة لا تكاد تخفي مضمونها أو المفارقات التي تطوي عليها، فإذ تجمع أدلجيتها بين التعالي الاجتماعي والثقافي حيال الشعب الذي يلقبه أنصارها بالعظيم وبالجماهير البطلة صاحبة السيادة، لا يترددون عن رؤية هذا الشعب إياه على أنه يتكون من بشر استوطن في نفوسهم مرض عضال لا برأة منه، وتطلب الأمر التعامل معهم بالطريقة التي تستوجب التعامل مع مرضى خطرين وهي العنف الأقصى. ومعروف أن أوروبا في القرن 19 على وجه الخصوص طورت عنصريات وظيفتها كما لا يخفى تبرير العنف الذي مارسته القارة العجوز بحق الشعوب المغلوبة وتسويغ إخضاعها بالحديد والنار، من بينهم من تحدث عن بنى متأصلة في الساميين تعيد إنتاج نفسها وذونيتها في التاريخ، وتحدث آخرون عن واجب أخلاقي وعن مهمة تحضيرية على الرجل المتحضر أن ينجزها في التاريخ قوامها أن يأخذ بيد الرجل المتخلف الرجل المستعمر كي يضعه على سكة التاريخ في بناء البشرية الذي صوروه على شكل هرم قمته في أوروبا. يدفع الشعب الصيني ثمنا باهظا لانتشار فيروس كورونا، ففي الوقت الذي يواجه الموت في الداخل
يواجه التمييز في الخارج، ويعنون موقع البي بي سي فيروس كورونا كيف يسهم تفشي الفيروس في تنامي ظاهرة الخوف من الصين، ويورد الموقع حالات تمييز يتعرض لها الصينيون، ففي ألمانيا ذهبت صينية إلى طبيبتها في العاصمة برلين ومنعت فورا من دخول المبنى، كما ظهرت مشاعر صادمة على وجوه مرضى آخرين عند باب العيادة، الأمر الذي دفع المرأة إلى الانتظار خارج البناية تحت وطأة البرد القارس. وجاءت طبيبتها أخيرا وكانت كلماتها الأولى: الأمر ليس شخصيا ولكن. وقالت المرأة لبي بي سي: حينئذ قالت الطبيبة: نحن لا نستقبل مرضى صينيين بسبب هذا الفيروس الصيني، لم تتح لي فرصة لشرح حالتي لأقول لها إنني بصحة جيدة. وظهرت في الصحف الفرنسية والأسترالية عناوين مثل الخطر الأصفر وباندا مونوم الفيروس الصيني وأطفال الصين يبقون في منازلهم. وفي سنغافورة وماليزيا وقع مئات الآلاف من المواطنين على عرائض من خلال شبكة الإنترنت تدعو إلى فرض حظر كامل على دخول المواطنين الصينيين إلى البلدين، وقد فرضت حكومتا البلدين بالفعل شكلا من أشكال حظر دخول الصينيين. وفي اليابان وصف البعض الصينيين بأنهم إرهابيون بيولوجيا، بينما انتشرت نظريات المؤامرة حول تسبب الصينيين في انتقال العدوى لسكان محليين خاصة المسلمين في إندونيسيا وأماكن أخرى. نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز مقالا افتتاحيا تتحدث فيه عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية، وتقول إن الفيروس نجح في المهمة التي فشل فيها السياسيون وهي تقويض العولمة. وتذكر الصحيفة أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على الصين كان يهدف إلى تحفيز الشركات على خلق وظائف وإعادة نشاطاتها إلى الولايات المتحدة. وتفيد الصحيفة: بدأت المصانع التي تعتمد على قطع الغيار الصينية إغلاق أبوابها بسبب تمديد عطلة نهاية العام في الصين والتي تعمل جاهدة لاحتواء الفيروس، وأدت هذه الإجراءات إلى اضطراب في سلسلة الإنتاج في بلدان أخرى في العالم، فقد اضطرت شركة صناعة السيارات البريطانية جاكوار لاند روفر إلى إخراج قطع الغيار من الصين في الحقائب. وترى الصحيفة أن هذه الاضطرابات قد تدفع الشركات الغربية إلى تنويع مصادرها بعيدا عن الصين، ولكن لا يوجد اقتصاد في العالم يمكن أن يعوض الاقتصاد الصيني، فالاقتصاد الفيتنامي صغير جدا وهو أيضا مرتبط بالصين. وتذكر الصحيفة أن بعض المسؤولين يريدون استغلال انتشار فيروس كورونا للتشجيع على كسر العولمة، وإذا استمر الفيروس في الانتشار فإن سلسلة الانتاج والتصدير العالمية ستنكسر وستشرع الشركات في إغلاق مصانعها. اليمن خيمة عزاء، تحت هذا العنوان كتب فائز عبده مقاله المنشور في موقع المشاهد نت مضيفا: لم يعد الموت زائرا ثقيلا يقصد بيوت اليمنيين بين الحين والآخر، فلقد بات مقيما دائما بين ظهرانيهم، لا يفارقهم في نومهم وصحوهم، في حلهم وأسفارهم، في أماكن العمل وفي الطرقات، حتى أنه لا يدع لهم سانحة لمغادرة مآتمهم وخلع الأوشاح السوداء عن كهولهم ونفض غبار المقابر من ثنايا معاطفهم. يا له من قاس ذلك الموت الذي جعل اليمنيين عالقين في دوامة الحزن والأسى، لا يفيقون من صدمة وفاة حتى تضربهم صاعقة رحيل، ولا يذهب عنهم حزن حتى تنزل بهم فاجعة. وإن فرغوا من عزاء صاروا وراء جنازة، وكلما استأنسوا إلى راحة راح الموت بكل ما أنسوا إليه. والحال كذلك، ومع أن الموت حق والاعتراض فليس من المبالغة القول، إن اليمن باتت حقل موت شاسعا وخيمة عزاء مترامية الأطراف، تكاد تكون حياة اليمنيين سلسلة من الأحزان التي لا تنتهي والكوارث المتدفقة والفجائع المتتالية. تنوء مجالسهم وأحاديثهم بالأخبار المؤسفة، وتكتظ يومياتهم البائسة بالأوجاع والفقدانات الأليمة، ولا تبرح الغصص تكظم الحلوق، والعبرات تجري من المحاجر، والأكف تقبض على القلوب، يشيع اليمنيون جنازات بالجملة، يرثون من كان قبل ساعات راثيا أو معزيا، يبكون فقيدا، ولما تجف أعينهم بعد حزنا على رحيل قريب، يدعون موتاهم تباعا، ويعودون مرضاهم سراعا، ينعون هذا راجين له الرحمة، ويدعون لذاك آملين له الشفاء، لكنهم في الحين نفسه يقيمون الأعراس ويحتفلون.
صحيفة الجارديان البريطانية نشرت صورا لأحداث وثقتها عدسة محترفيها تنوعت بين الحياة العامة وصور للتعبير مختلفة. نتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في جولتنا الأخيرة لهذه الحلقة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.